دايما لما بقعد افكر مع نفسي بقول ان او بقعد اتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم، بقول ان هو شخص كامل عمره ما كان بيغلط وعمره ما اذنب، وربنا المفروض غفر له كل ذنوبه. لكن لما بلاقي ان هو كان بيستغفر ربنا في اليوم 100 مرة، طب معنى كده ان هو رسول اخطأ؟ ليه هو كان بيستغفر ربنا في اليوم 100 مرة؟ وده سؤال كل معظم الناس اللي غير المسلمين لما بنيجي نتناقش معاهم في الإسلام وعن الرسول بيسألوا السؤال ده. طالما الرسول بتاعكم انتوا بتقولوا ان ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، طب ليه هو كان بيستغفر 100 مرة؟ هل أذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ناس بيقول لك بيستغفر في المجلس 100 مرة، طب ليه؟ يبقى أكيد بقى كان بيعمل ذنوب وبيعمل خطايا. لا، لازم نفهم إن كل واحد فينا عنده 3 سجلات، سجل الحسنات وسجل السيئات، ودول مقدور عليهم. الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والسيئة بسيئة واحدة. إنما المصيبة بقى في السجل الثالث، إلا واتفتح بقينا كلنا في مشكلة كبيرة، وهو سجل النعم. إزاي يقدر الإنسان يشكر ربنا على النعم؟ لذلك الاستغفار بيبقى من الذنوب وبيبقى من عدم القدرة على شكر النعم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك إحنا نعبد ربنا عشان نتعرض لرحمته، مش في الحقيقة لتجميع أكبر عدد من الحسنات، ويبدأ الواحد بيعمل بقى كده أعمال الخير ويحسب الحسنات بتاعته وكأنه بيتعامل مع بنك. لا، الناس فاكرة المسألة مسألة كتر حسنات وكتر أعمال عبادية، ما أنا لازم نهتم بالكواليتي، بالكيفية اللي بجودة العبادة اللي بنعبد بيها ربنا. عمل الجوارح لازم يقترن بعمل القلوب، القرآن لازم يتقري بتدبر، الصلاة لازم تبقى بخشوع، الذكر لازم يكون أصلا برضو بتدبر. أنا دلوقتي لو خبطت كوباية شاي وقعت على هدوم حد، ينفع أقول له آسف 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 بالشكل ده؟ هيبقى شعوره إيه وأنا بقول له كده؟ هيحس إن هو يعني مستفز مني، مش هيشعر إن أنا آسف فعلا. ليه؟ لاني بقولها له بدون مشاعر، لكن هي ديتها اقول له انا اسف جدا، يقول لي يا عم ولا يهمك خلاص مش مشكله، فداك حتى الهدوم كلها. ليه؟ لاني اشعرته بالندم. قارنت عمل الجارحه بعمل قلبي. نفس الكلام، هي دي بالظبط طريقتنا لما بنستغفر ربنا. نمسك السبحه نقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. عشان كده السيده رابعه العدويه تقول إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. ده طريقتنا في الاستغفار تحتاج إن احنا نستغفر منها أصلا. بصوا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إزاي نستغفر ربنا، دعاء اسمه سيد الاستغفار، عشان بس نشوف مع بعض الذكر لما يبقى بتدبر بيبقى واقع عامل إزاي. اللهم أنت ربي، إقرار بالربوبية، لا إله إلا أنت، الألوهية، خلقتني وأنا عبدك، إقرار بأنه هو الخالق وبالعبودية، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. ندم، أبوء لك بنعمتك علي، تذكر نعمة ربنا، وأبوء بذنبي، اعتراف بالذنوب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. بس خلي بالك، الرسول لما قالش اللي يقولها الصبح ويموت يبقى من أهل الجنة، أو اللي يقولها بالليل ويموت يبقى من أهل الجنة، لا، قال لك اللي يقولها وهو موقن بها، يعني متدبرها، مستشعرها، حاسسها. لذلك أعمال الجوارح لازم تكون مقرونة بأعمال القلوب. أنا لما أقول لحد آسف لازم يقترن دوة بشعور بالندم، أما أقول أستغفر الله لازم ده يقرن بشعور أيضا بالندم. اللي دخل الجنة يا جماعة قال إيه؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه
انا كنت فاكر نفسي هتحاسب. طب ما هو اتحاسب. لا، هو لم يحاسب على النعم. ربنا يجمعنا جميعا بكل الانبياء ان شاء الله يوم القيامه عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلنا الجنه دون حساب، ويدخلنا الجنه بدون سابقه عذاب.